السلام عليكم يا شباب، حل معاكم النهارده جزء الدريفتيف بتاع التريك فانكشن. تمام، نيجي هنا الاول. سؤال، اول سؤال بيقول عندنا اف اوف اكس بيساوي تان 5 اكس ماينس باي. احنا عارفين الدريفتيف التان هو سيك سكوير. تمام، هو سيك سكوير. تمام، وعشان نعمل دريفتيف للتريك فانكشن لازم نعمل دريفتيف للتان ودريفتيف للانجل. تمام، هنا هتبقى دريفتيف الانجل هتبقى 5. تمام، يبقى 5 6 سكوير 5 اكس ماينس باي. تمام، هو بيقول لك عايز هو عايز الاف داش لما الاكس كانت 45 او باي اوفر 4. هنشيل كل اكس نحط مكانها 45. تمام، هتطلع في الاخر 10. تمام، يبقى الدريفتيف بتاع التان هو 6 سكوير، والدريفتيف الجول انجل هو 5، يبقى 5 6 سكوير 5 اكس ماينس باي. تمام كده يا شباب. نيجي النمبر 2، بيقول ان الواي بتساوي ساين 2 اكس. هو عايز الدريفتيف، الدريفتيف يبقى ساين 2 اكس في الدريفتيف اللي هو الدريفتيف بتاع الانجل اللي هو 2. يبقى دريفتيف 2 دريفتيف اللي هو كوزاين 2 اكس في دريفتيف اللي هو دريفتيف الانجل اللي هو 2، يبقى 2 كوزاين 2 اكس. تمام، هنعوض ب 30 اللي هي باي اوفر باي اوفر 6 اللي هي 30، يبقى 2 كوزاين 2 ملتبلاي 30 هو كوزين 60 بهاف، يبقى 2 ملتبلاي هاف اللي هي 1. تمام كده يا شباب. نيجي لنمبر 3. نمبر 3 بتقول هو عايز الدي على الدي اكس للكوزين سكوير اكس بلس ساين سكوير اكس. تمام، احنا عارفين ان كوزين سكوير اكس بلس ساين سكوير اكس هي ال 1. تمام، والدريفتيف ال 1 هو الزيرو. الدريفتيف اي رقم او كونستانت هو الزيرو. تمام، نمبر 4 بيقول عايز الدي على الدي اكس لتان باي اوفر 4. تمام، تان باي اوفر 4 اللي هي ال 1، الدي على الدي اكس لل 1 هي الزيرو. تمام، يبقى دريفتيف زيرو. نمبر 5 بيقول واي بتساوي 10 9 ماينس 7 اكس. الدريفتيف بتاع 10 هو 6 سكوير 9 ماينس 7 اكس في الدريفتيف اللي جوه الانجل اللي هو نيجاتيف 7. تمام، يبقى الاجابه نيجاتيف 7 6 سكوير 9 ماينس 7 اكس. تمام يا شباب. نيجي لنمبر 6. نمبر 6 بيقول ان الواي بتساوي ساين 2 اكس. دريفتيف الساين، اول حاجه هننزل الباور وناقص من الباور 1، يعني 2 ساين اكس. دريفتيف الساين اللي هو الكوزاين اكس. تمام كده. نيجي لنمبر 7. نمبر 7 بيقول هو عايز الدي على الدي اكس لتان 3 اكس سكوير. دريفتيف التان هو 6 سكوير 3 اكس باور 2 في دريفتيف الانجل اللي هو 6 اكس. الاجابه تبقى الاجابه 6 اكس 6 سكوير 3 اكس سكوير. نمبر 8 هو عايز الواي داش. الواي داش لما اكس كان بزيرو. هنعمل دريفتيف الاكس باور 3 اللي هي 3 اكس باور 2. تمام، ماينس دريفتيف الكوزاين نيجاتيف ساين 3 اكس. يبقى النيجاتيف 3 اللي هي دريفتيف الانجل في ساين 3 اكس. تمام، بلس 1 اوفر 4 كوزاين 4 اكس
وديريفيتيف الانجل اللي هي 4 و4 ملتبلاي كوارتر اللي هي كوزاين سكوير 4x. ده كده الواي داش لما الاكس كانت بزيرو هتطلع في الاخر بون. تمام كده يا شباب، نيجي لنمبر 9. نمبر 9 بيقول الواي بتساوي كوزاين باي اوفر 2 ماينس اكس، تمام، بلس ساين باي ماينس 2x احنا عارفين احنا عارفين ان ال ثواني بس اعمل حاجه سوري شوكت اعمل حاجه. هنعمل ديريفاتيف هنا عادي تبقى نيجاتيف كوزاين باي اوفر 2 ماينس اكس في نيجاتيف 1 اللي هي هتبقى كوزاين باي اوفر 2 ماينس اكس بلس كوزاين باي ماينس 2 اكس الدريفيتيف بتاعها ملتبلاي النيجاتيف 2. تمام، هتطلع في الاخر كوزاين باي اوفر 2 ماينس اكس بلس او بقى ماينس، تمام، عشان هنا في نيجاتيف 2 ماينس 2 كوزاين باي ماينس 2 اكس. تمام يا شباب، طبعا هنا انا مش موجودة مش موجودة في الـ في اللي تشوز، فاحنا عارفين ان كوزاين 9 ماينس اكس هي كوزاين اكس، تمام، وعارفين ان كوزاين باي ماينس 2 اكس هي كوزاين 2 اكس، يبقى نيجاتيف كوزاين 2 اكس. تمام يا شباب، حاجات اولى سنة. نيجي لنمبر 10. نمبر 10 بيقول ان الواي بتساوي ساين اكس، تمام، واي داش هو عايز واي داش، واي داش بتساوي كوزاين اكس. طب كوزاين اكس مش موجوده هنا، تعال نفك كل واحده هنلاقي ان ان واي كوتان اكس هي الكوزاين اكس. ليه؟ تعال نتاكد كده او تعال نثبتها، ان واي كوتان هي كوزاين على ايه؟ على ساين، صح كده؟ الواي هنا بتساوي ايه؟ بتساوي ساين اكس، يبقى ساين اكس ملتبلاي كوزاين اكس على ساين اكس، صح كده؟ ساين اكس راحت مع ساين اكس اتبقى كوزاين اكس، يبقى الليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد، فاللي هي واي كوتان اكس هي الكوزاين اكس. نيجي لنمبر 11. نمبر 11 بتقول y equal to sin half x minus x half minus x cosine half x. تعال نعمل ديريفيتيف sin x الديريفيتيف بتاعها cosine half x، ديريفيتيف الانجل اللي هو half مضروب في 2 يبقى cosine half x، تمام كده، minus x في cosine half x هي 2 function مضروبين في بعض. هنعمل ديريفيتيف الاولاني اللي هو ال1 وهنسيب cosine هاف اكس لوحده ماينس عشان هنا كان في ماينس، تمام، ديريفيتيف الكوزاين اللي هو بوزيتيف ساين، طبعا هنسيب الاكس ساين هاف اكس، تمام، عايز ات اكس ايكوال باي، هنشيل كل اكس ونحط مكانها باي، هتطلع في الاخر الاجابه باي اوفر 2. تمام، تعويض طبعا هسيبه لكم. نيجي لنمبر 12. نمبر 12 بيقول y x على كوزاين 3x، تمام، هو عايز الدي واي على الدي اكس. احنا هنا ممكن نقول ان الواي بتساوي x 6 3x، تمام كده، قلنا الواي داش دول تو فانكشنز مضروبه في بعض، هنعمل ديريفيتيف للاكس اللي هي 1 وهنسيب ال 6 3 اكس زي ما هي، بلس هنسيب الاكس زي ما هي وديريفيتيف السك هو سك 3 اكس 10 اكس، ديريفيتيف السك
sec tan x، يبقى derivative السيك sec x tan x مضروبين في بعض، تمام. وما ننساش derivative الانجل اللي هو 3، فهتطلع في الاخر 3 sec 3 x plus 3 x sec 3 x tan 3 x. هو عايز نعم نعوض بالx ب 60، تطلع في الاخر معاك ب negative 1، تمام كده يا شباب. يبقى دريفيتيف السك سك تان، تمام يا شباب. تاني اهو اللي هو لو قالنا ان الواي بيساوي سك اكس، هي الواي داش بتساوي سك اكس تان اكس، تمام يا شباب. نيجي بقى نخش السؤال اللي بعده، هو نمبر 13. نمبر 13 بيقول ان الواي بتساوي كوزاين اكس، تمام. لو قلنا الواي داش بتساوي نيجاتيف ساين اكس، صح كده. هو عايز الواي ماينس الواي داش، تعال نشيلهم كده، نشيل الواي نحط كوزاين اكس ماينس ماينس ساين اكس، اللي هي هتطلع في الاخر كوزاين اكس بلس ساين اكس، اللي هي نمبر سي. نمبر 14، واي بتساوي ساين اكس، الدريف بتاعها ايكوال كوزاين اكس، تمام. اني في دول بيساوي الكوزاين اكس، يعني اني في دول تحويلهم يبقى كوزاين اكس. احنا عارفين من اولى ثانوي ان الساين 90 بلس اكس هو الكوزاين اكس، تمام كده. نيجي لنمبر 15. نمبر 15 بيقول y بيساوي ساين ساين سكوير 270 ماينس x، تمام. ساين سكوير 270 ماينس x هي هي كوزاين سكوير x، تعال نعمل ديريفيتيف للكوزاين سكوير x، هي 2 كوزاين x في نيجاتيف ساين x، تمام كده. هتطلع نيجاتيف 2 ساين اكس في كوزاين اكس. ساين اكس في كوزاين اكس هو قانون دبل الانجل، هو نيجاتيف ساين 2 اكس، تمام كده يا شباب. نمبر 16. نمبر 16 لو قلنا ان الواي داش بتساوي، هنسكر اللي تحت اللي هو 1 بلس كوزاين اكس، الدريفيتيف اللي فوق اللي هو كوزاين اكس، وهنسيب اللي تحت زي ما هو، ماينس الدريفيتيف اللي تحت اللي هو نيجاتيف ساين اكس، وهنسيب اللي فوق زي ما هو اللي هو كان ساين اكس. سمبليفاي تبقى كوزاين اكس بلس كوزاين سكوير اكس بلس ساين سكوير اكس، تحت هيتبقى 1 بلس كوزاين اكس اول باور، تمام. طبعا كوزاين سكوير اكس بلس ساين سكوير اكس هو ال1، يبقى كوزاين اكس بلس 1، تحت هيتبقى 1 بلس كوزاين اول كوزاين اكس طبعا اول باور 2، واحده من هنا كنسلت مع واحده من هنا، تبقى 1 على 1 اوفر 1 بلس كوزاين اكس، تمام كده. ده كله ايكويفالنت لايه؟ ايكويفالنت الواي كوسيك اكس. ليه؟ تعال كده نفك y كوسيك x، الواي بتساوي ساين x على 1 بلس كوزاين x، تمام، مضروبه في 1 على ساين x. طبعا مش عارفين احنا عارفين ان الكوسيك x هي 1 على ساين x، 1 على ساين x راحت مع ساين x، تبقى 1 على 1 بلس كوزاين x، تمام. فدي فعلا ايكويفالنت لدي. نيجي لنمبر 17. نمبر 17 بيقول ان الواي بتساوي تان اكس، يبقى الواي داش بتساوي سيك سكوير اكس، تمام. مفيش ولا واحده فيها في اللي تشوز. احنا عارفين ان من قانون ساين سكوير اكس بلس كوزاين سكوير اكس بتساوي 1،
لو قسمنا على او لو قسمنا على كوزين اكس كوزين سكوير اكس هنقول ان ده تان سكوير اكس بلس 1 ايكوال 6 سكوير اكس صح كده. طب 6 سكوير اكس بتساوي ايه؟ بتساوي يبقى الواي داش بتساوي كل الكلام ده اللي هو تان سكوير اكس بلس 1 تمام. تان سكوير اكس اللي هي الواي يبقى الواي داش بتساوي واي سكوير بلس 1 تمام كده. نيجي لنمبر 18. نمبر 18 بيقول y equal sin square x plus cosine square x all power 2. تعال نفك البراكت ده هيبقى sin square x هناك cosine square x الاول في الثاني في 2 plus 2 sin x cosine x صح كده. sin square x plus cosine square x يتبقى 1 يتبقى 1 plus واحنا عارفين ان 2 sin cosine x اللي هي sin square x سوري sin 2x تمام. لما نيجي نعمل ديريفاتيف ده كده كل ده الواي. لما نيجي نعمل ديريفاتيف ده ديريفاتيف بتاعه 0 يبقى 2 كوزين 2x. نيجي لنمبر 19. نمبر 19 بيساوي واي بتساوي ساين سكوير اكس ماينس كوزين سكوير اكس. تعال نفك ديفرنس بتوين سكوير هو ساين اكس ماينس كوزين اكس او لا بلاش نفك ديفرنس بتوين سكوير. تعال نكمل عادي نعمل ديريفاتيف عادي. الواي داش بتساوي 2 ساين اكس كوزين اكس ماينس ديريفاتيف الكوزين هنقول هننزل ال 2 و كوزين اكس في نيجاتيف ساين اكس والنيجاتيف هتغير الاشارة دي يبقى كوزين يبقى بلس 2 كوزين اكس ساين اكس تمام. ده هو ساين 2 اكس بلس ده ساين 2 اكس صح كده. مش ده قانون ساين دبل انجل؟ ده قانون ساين دبل انجل. ساين دبل انجل بلس ساين دبل الانجل يبقى 2 ساين دبل الانجل. نمبر 20 y بتساوي 6 سكوير x. انا لسه قايل لكم ان الديريفاتيف بتاع ال 6 هو 6 x tan x صح كده اهو نمبر b تمام كده. نمبر 21 20 y بتساوي y كوزين الانجل بتاعها سكوير روت x. لما نيجي نعمل ديريفاتيف هننزل ال النيجاتيف الديريفاتيف الساين هو كوزاين هو نيجاتيف كوزاين نيجاتيف ساين وطبعا هنعمل ديريفاتيف للانجل هو هيبقى 1 توايس الروت اكس. مش ديريفاتيف الروت اكس احنا عارفين 1 على توايس الروت. هنعوض بالرقم اللي هو عايزه هتطلع لنا في الاخر نيجاتيف 1 على باي تمام كده يا شباب. لما نيجي نعوض بالرقم اللي هو قال عليه هو كوارتر باي اوفر 4 باي اوفر 2 تمام. نمبر 22 نمبر 22 بتقول y equal sin كيوب 4x تمام كده. هننزل ال 3 وننقص من الباور 1 هو 2 4x multiply derivative الجول انجل اللي هو 4 تمام. هتطلع في الاخر 12 sin سكوير 4x سوري لا انا استعجلت هنا في حاجه معلش تاني. الواي داش هو هننزل الساين هننزل السي 3 وننقص من باور 1 تمام يبقى 4x في كوزين 4x في ديريفاتيف الانجل اللي هو ال4 فهتبقى 12 ساين سكوير 4x كوزين 4x. طبعا هنعوض بالرقم اللي هو قال عليه باي اوفر 16 هتطلع لنا 3 اوفر تطلع لنا في الاخر 3 روت تمام. نمبر 23 نمبر 23 هو عايز دي واي على دي اكس. تعال نجيب نخلي
ان الواي لوحدها في ناحية، هنقول ان هي 5 ماينس ساين اكس على الاكس. لما تيجي تعمل ديريفاتيف في حلين، لاما تقول ان ال 5 اوفر اكس مرة ماينس الساين اكس على الاكس مرة، تمام؟ فهتقول ان الواي بتساوي 5 اكس باور نيجاتيف 1 ماينس اكس باور نيجاتيف 1 ساين اكس. هتشتغل عادي، هنقول نيجاتيف 5 اكس باور نيجاتيف 2 ماينس، دول 2 فانكشن مضروبين في بعض، هنعمل ديريفاتيف لده اللي هو بوزيتيف اكس باور نيجاتيف 2، وهنسيب الساين اكس زي ما هي، ماينس اكس باور نيجاتيف 1 في كوزاين اكس، تمام؟ وهنعوض بالرقم اللي هو قال عليه اللي هو باي اوفر 2، هتطلع لنا في الاخر نيجاتيف 16 باي اوفر 2 باي باور 2. تمام كده يا شباب. نمبر 24، نكمل يا شباب. نمبر 24 بيقول ان الواي بتساوي اكس باور 2 ساين اكس. نعمل ديريفاتيف، دول 2 فانكشن مضروبين في بعض، يعني نعمل ديريفاتيف لده اللي هو 2x، وهنسيب الساين اكس زي ما هو، بلس هنسيب الاكس باور 2، وعارفين ان الديريفاتيف الكوزاين الساين هو الكوزاين اكس، تمام؟ هنعوض بالرقم اللي هو باي اوفر 2، هتطلع لنا في الاخر باي. تمام كده يا شباب. 25 بيقول y بتساوي sin x 1 minus sin x. تعمل ديريفاتيف، هنسكور اللي تحت، تمام؟ ديريفاتيف اللي فوق اللي هو كوزاين x، هنسيب اللي تحت زي ما هو، ماينس ديريفاتيف اللي تحت اللي هو نيجاتيف كوزاين اكس، وهنسيب ساين اكس زي ما هي، تمام؟ سمبليفاي، كوزاين اكس ماينس ساين اكس كوزاين اكس بلس ساين اكس كوزاين اكس، ده تكنسل مع ده، وتحت طبعا متبقي 1 ماينس ساين اكس اول باور 2، تمام؟ يبقى فوق متبقي كوزاين اكس، وتحت متبقي 1 ماينس ساين اكس اول باور 2، تمام؟ هنعوض، هنلاقي في الاخر طلعت، هنعوض طبعا بباي اوفر 6، هتطلع معانا في الاخر ايه 2 روت 3. تمام كده يا شباب. نيجي لنمبر 26. نمبر 26 هو عايز ديريفاتيف، لو قلنا مثلا ان ده واي بيساوي ساين اكس ماينس 1 باور 3 ساين 3 اكس باور 3 اكس. لو قلنا الديريفاتيف واي داش بيساوي كوزاين اكس ماينس، هننزل ال 3 هتبقى 1، طبعا 3 ملتبلاي 1 اوفر 3 اللي هي 1، يبقى ساين 2 اكس كوزاين اكس، تمام؟ هناخد الكوزاين اكس كومن فاكتور، يبقى كوزاين اكس يبقى 1 ماينس ساين سكوير اكس، تمام؟ احنا عارفين ان 1 ماينس ساين سكوير اكس هي الكوزاين سكوير اكس. جت منين؟ جت من قانون بتاع ساين سكوير اكس بلس كوزاين سكوير اكس ايكوال 1، تمام؟ لو قلنا ان ال 1 ماينس ساين سكوير اكس هنلاقيها هي بتساوي الكوزاين سكوير اكس، فعشان كده شلناها وحطينا مكانها كوزاين سكوير اكس، كل ده طلع كوزاين باور 3 اكس. طبعا ضربنا ده في ده، هنعملنا بلس للباور، تمام يا شباب. نيجي لنمبر 27. نمبر 27
نمبر 27 هنا بيقول ان الواي بتساوي 2 في ساين باي اوفر 2 ايه سوري اكس باور 2 في كوزاين باي اوفر 2. طب كوزاين باي اوفر 2 اللي هي بزيرو، فكل ده هيبقى بزيرو، يبقى الدريفيتيف هيبقى بزيرو. تمام كده يا شباب؟ عشان كوزاين باي اوفر 2 بزيرو، فكل ده فده هيبقى بزيرو، يبقى كل ده بزيرو، دريفيتيف الزيرو بزيرو. نيجي بقى ل 28. 28 بيقول 16 ساين اكس اوفر 4 كوزاين اكس اوفر 4 كوزاين اكس باور 2 في كوزاين اكس. واحده واحده بقى، كل ده واي. احنا طبعا مش هنعرف نعمل دريفيتيف للشكل الغبي ده، فهنعملها سمبليفاي. سمبليفاي ده وده هيتبقى هاف ساين الاثنين دول مع بعض هيدونا هاف ساين هاف الانجل اللي هي تطلع 16 اوفر 2 في ساين اكس اوفر 2. طبعا وهنسيب كوزاين اكس اوفر 2 في كوزاين اكس. تمام، هنا نفس الكلام ده طبعا هيطلع ب 8. تمام نفس الكلام، يبقى 8 اوفر 2 هيطلع لنا هاف ساين هاف الانجل اللي هي ساين سوري دبل الانجل، مش هاف الانجل، دبل الانجل، هاف دبل الانجل. تمام دبل الانجل هنا هيبقى اكس، فهنشيل دول، احنا شلنا دول في الاول، بتبقى ساين هاف اكس اوفر 2 قوانين دبل الانجل. هنا هنشيل برضو قوانين دبل الانجل، هيبقى ساين اكس 8 اوفر 2 ساين اكس في كوزاين اكس اللي هي تبقى 4 ساين اكس في كوزاين اكس. تمام كده، هنا هيتبقى 2 ساين 2x، مش ساين x وكوزاين x، هو هاف ساين 2x. كل ده الواي. لما نيجي نعمل واي داش هنقول 4 كوزاين 4x. طبعا عشان عملنا دريفتيف للساين ودريفتيف الانجل 2 مع التول هنا، تبقى 4 كوزاين 4x. سوري 2x مش 4x. تمام، نمبر 29 بيقول ان الواي او اف اوف اكس بيساوي كوزاين 2x تحت ساين اكس ماينس كوزاين اكس. تمام كده، كوزاين 2x هتتفك كوزاين اكس باور 2 ماينس ساين باور 2x تحت هيتبقى ساين x ماينس كوزاين x. تمام، ده هنفك ديفرنس بين تو سكوير، هتبقى كوزاين x ماينس كوزاين ماينس ساين x مرة ومرة كوزاين x بلس ساين x مرة. تمام، تحت ساين x ماينس كوزاين x ده هيتكنسل مع ده، بس خلي بالكم الاثنين متشقلبين، هيبقى نيجاتيف فوق، يبقى نيجاتيف كوزاين اكس بلس ساين بلس ساين اكس. تمام، كل ده لسه هو الواي. تمام، الواي هتساوي نيجاتيف كوزاين اكس ماينس ساين اكس. تمام، تعال نعمل دريفيتيف هنا كده بالشكل ده بقى، الشكل الاخير ده. الدريفيتيف النيجاتيف كوزاين هو الساين، يبقى الواي داش بيساوي ساين. ما هو الدريفيتيف الكوزاين نيجاتيف ساين، وفي نيجاتيف يبقى ساين اكس ماينس دريفيتيف الساين هو الكوزاين اكس. هنعوض طبعا بالرقم اللي هو قال عليه، هيطلع لنا في الاخر روت 2. تمام، نيجي بقى لاخر سؤال. اخر سؤال بيقول ايه؟ هو عايز الدريفيتيف بتاع اوف ساين سكوير اكس ويز ريسبكت تو كوزاين سكوير اكس. هنسمي ان الساين سكوير اكس هي الواي. تمام، وهنسمي الزد هي الكوزاين سكوير اكس. تمام كده، تعال نجيب الدي واي على الدي اكس، هو في الاخر عايز الدي واي على الدي زد. تمام، فده هيبقى 2 ساين اكس كوزاين اكس اللي هو
اللي هو طبعا احنا عارفين ساين 2 اكس. تمام، هنجيب الدي زد على الدي اكس، نمسح دي بس كده الاول. تمام، هي بتساوي نيجاتيف 2 كوزين اكس في ساين اكس اللي هي نيجاتيف ساين 2 اكس. فهو عايز الدي واي على الدي زد، يعني ده عايز ده على ده، اللي هو بيساوي ساين 2 اكس على نيجاتيف ساين 2 اكس اللي هي بتساوي نيجاتيف 1، يا نمبر ايه. تمام كده انا اكون خلصت معاكم واجب الدريفيتيف بتاع التريك فانكشن. تمام يا شباب، اي حد ما في حاجه وقعت منه وسط ما انا بشرح او وسط ما انا بحل وعايز يفهم ايه اللي حصل، يعني حاجه وقعت منه وانا اثناء ما انا بحل وكده وعايز يفهم جت منين وكده، يبعت لي على الواتساب. تمام، او يجي قبل ما حسيته مفيش اي مشكله. تمام، شكرا يا شباب، السلام عليكم.